لا شيء يضاهي سلامتكم، ولأن حياتكم فعلا هي الأمانة. تحرص وزارة الإعلام بين الحين والآخر ببث رسائل توعوية بالابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجنبا للحوادث ومفاجآت الطريق. أوصل بعدين تواصل، رسالة جميلة معبرة قامت بنشرها وزارة الإعلام عبر حساباتها الإلكترونية الرسمية، وتم تداولها من قبل وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاجي لسلامتك وحياتك أمانة.